السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناتكم بايك ستوري حكاية دباب. حكايتنا اليوم إن شاء الله من معرض كوازاكي، المعرض الجميل اللي في السابق سوينا له برضو تغطيات، ولكن اليوم إن شاء الله تغطية مميزة لأنه جاتهم أشياء جديدة مميزة. معايا هنا أخوي عبد الله، حياك الله أخوي عبد الله. الله يعطيك العافية حبيبي. نبدأ من المليح هذا النينجا، ما شاء الله إيش اللون الصعب هذا، ما شاء الله. نينجا 400 ما شاء الله، جانا في 24 في سنة 2024 هذا اللون. أي أول مرة أشوفه صراحة كذا لونين ما شاء الله. يجي باللون الأبيض ويجي باللون الرمادي ومخطط كمان باللون الأحمر. يا سلام يا سلام، من يوم جاءوا كذا عليه نفس هذا الجنوط نفس اللون؟ أيوه نفس كل حاجة. ما شاء الله ما شاء الله، هذا اثنين سلندر أخوي عبد الله. أي سلندر. ما شاء الله يا أخي، جميل جميل. هذا يعني نقدر نقول للمبتدئين ولا ينفع للكل؟ ينفع للمبتدئ وينفع كشخص يعني يحب الستايل الرياضي. أيوة. لكن غير هاوي للسرعة بشكل. يا سلام عليك. كلمة غير هاوي للسرعة هي اللي في محلها. بالضبط. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإيش عليه سعر المليح هذا؟ سعر يجي ب 32500 ريال شامل الضريبة. ما شاء الله تبارك الله. في عروض أو شيء ولا؟ على النينجا 400 موديلات ال 24 في الغالب ما نعمل عليها عروض. الموديلات القديمة إن وجدت بنعمل عروض إن شاء الله ما نقصر معها إن شاء الله. والله لأنه عندي المتابعين يطلبوا مني كوازاكي، سووا تغطية في كوازاكي، فقلنا لازم نيجي كوازاكي. إن شاء الله ما شاء الله، جميل يا أخي جميل، مرتب شكله ما شاء الله تبارك. الديرت بايك، الديرت بايك عاد لها عشاقها ما شاء الله تبارك. ما شاء الله. فيها أكثر من فئة، فئة الكي إكس والكي إل إكس. الكي إكس بشكل عام مصلح فقط أنها تمشي في البر. هذيك اللي هنا كي اكس. ايوه جميعها. أيوه. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه كي اكس 65 ابتداء، اللي يجي بالحجم الصغير هذا ال 65 بالضبط. ايوه. وفي اللي جنبه اللي هو الكي اكس، خليني بس ابدا في اسعارها. هذا اللي هو الكي 5 كي اكس 65 بالضبط، سعره 21500 ان شاء الله. 21500 ما شاء الله ما شاء الله. وهذا اخوه الكبير 112. طبعا هذا اصدار جديد، الاصدارات القديمه كانت تيجي الكي اكس 100. فعلا انا اول مره جديد الان 112. صحيح اول مره اشوف رقم 112 هذا. بالضبط ايوه هذا اصدار جديد. وهذا ال 112 ب 28900. ايوه شامل الضريبه. طبعا هذه الاثنين كلها تكون كوستروك كربريتر. كوستروك اللي هي ايوه نسميها. ايوه بقيه الفئات كلها تكون. وهذا ال 250 بلوف. هذا 250 بخاخات شكله هذا. ايه. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، جميل يا اخي ما شاء الله. هذا الكي اكس 252 مسمينه. سعر 2024. ايه سعر موديلات جديده وصلتنا حديثا يعني 44200. ايوه الحمد لله انه كلها وصلت حديثا لانه التغطيه. أيوه. هذه تغطيه 2024. أيوه. ما شاء الله. دحين دوبك قلت لي معلومة انه هذه بس حقت الافراد، طب هذه تمشي في الشارع برضه؟ النوع اللي هو الاخير اللي هو الكي ال اكس، هذا اللي يكون فيه له انوار وفيه له اشارات، فهذا مصلح انه تصور في الشارع وفي البر. بس تركبوها انتم يعني؟ موجودة في اسعاراتنا فيها. والله؟ ايوه. وفين المرايات؟ المرايات بس هي يعني تنضاف لها وفيها اللمبات في الخلف برضه. اوه والله ممتاز. ايه ما شاء الله ما شاء الله. هذا اخوي عبد الله ياباني بالكامل. اي ياباني بالكامل. ما شاء الله. شوف made in Japan ما شاء الله. هذا الوحيد بس ال 450 اللي الكيلكس اللي الكيلكس. اي هذا كم سعره الكيلكس؟ 44600. طبعا جميع الموديلات المعروضه هنا ممكن اقدر اسوي لك على خصم ان شاء الله. ما حد يسمعها ان شاء الله. طيب هذا برضه 450. 450 لكن هذا يعني ما يكون عليه اشارات اللي هو في البر. نفس القوه نفس الماكينه. تقريبا هذا حيكون الاحصنه فيه له اعلى. هذا الاحصنه فيه له اعلى يعني الباور فيه له اعلى من الكيرلكس. ايوه ما شاء الله. اوه حتى سعره اعلى والله. أيوه. هذا سعره 52800. هذا غير مصرح يمشي في الشارع، هذا اسمه كي اكس. وهذا اللي هنا اللي مصرح يمشي في الشارع اسمه كي ال اكس. هذا بس بس الفرق حرف ال والسعر، ولكن هذا اللي ممنوع يمشي في الشارع الأحصنة أعلى. ما شاء الله ما شاء الله. الفولكان الفولكان وما أدراك ما الفولكان، ما شاء الله تبارك الله.
عندنا فئات الفولكان تكون جدا كثيرة، في الفولكان 650، في الفولكان 900، الفيوجر الباقير، ولكن انت قد جبتوا الفالكون 900؟ 900 وكان يجي في الموديلات السابقة عام 2018-2019 كان يجي، لكن حاليا ما نقدر نستطيع نجيب الا الفولكنس اللي هو 650 سي سي. ليش طيب؟ ايش عليها مشاكل في الجي اس او، هيئة المواصفات ما يكون عليها مواصفات خليجية بالله بصراحة، انها تأتي سواء في السعودية او خارج السعودية. ما شاء الله عليك. طب اجل فين مصرحة تروح؟ امريكا. ما شاء الله. هذا السعودية بشكل عام والخليج نتبع المواصفات الأوروبية بشكل عام. اي والله معلومة حلوة. هذا 44 و300 موديل 2024 ماكينة البايك، هذا من فئة السبورت كروز. سبورت كروز البايك يكون ماكينة رياضية، ماكينة نينجا. اوه والله. اي ماكينة نينجا، يعني ما يحرف في بالضبط. اي ماكينة بايك نينجا. باراليل توين. اي كنت سلندر طبعا. أيه. حجم تانكي 18 متر. اي متوازية باراليل، هي جنب بعض، هي شوف الاكزوست جنب بعض. طبعا نعتمد في الشركة عندنا على تبريد الريديتر، وكل البايكات بتكون تبريدها ريديتر. ما شاء الله ما شاء الله. وعليه طبعا فرامل الاي بي اس، طبعا جميع البايكات عندنا كلها اي بي اس. اي ماركت نيسن. نيسن هذه نفسها اللي تكون في هوندا وبعض موديلات سوزوكي. جميل ما شاء الله تبارك الله. هذا النينجا نفسه صور. هذا النينجا اللي هو زدكس 4R، هذا يختلف عن النينجا 400 العادي. هذا برضه 400؟ برضه 400 سي سي، اللي هو حجم ماكينه صغير، لكن بيجيك 4 سلندر. اه والله. ايه 4 سلندر. نزلت في 2023. كانت نزلت فقط في امريكا وفي شرق اسيا، الان متواجده في السعوديه وفي الخليج. الحين هذا 4 سلندر؟ 4 سلندر نعم. و 400 سي سي؟ 400 سي سي. هي الشركة الوحيدة اللي بتتفرد بالبايك هذا. طيب ايش الحكمة ما شاء الله سلندرات وما في قوة سي سي عالية؟ يعني تعيش جو انك بتسوق بايك كبير بشكل عام، لانه بديك الصوت، صوت ال 1000 سي سي، صوت ال 600. بالله. تحس انك بتسوق بايك كبير يس. وفئة برضه اللي هو السوبر. والله تصدق شيء عجيب هذا، أول مرة أنا أشوفه 4 سلندر 400 سي سي. فقط في كوازاكي. فقط في كوازاكي. ما شاء الله ما شاء الله. سكتوا انت اخوي عبد الله؟ كيف الدباب؟ جميل. كيف الدعسه؟ الدباب جميل نعم، في له عزم طبعا 80 حصان يجي البايك. والله كويس اذا 80 حصان. يمتاز كمان بالجلسه اللي ما تكون الريس الانحناء الحاد. ايوه يعني ريس لكن ما يكسر الظهر. ايوه ما يكسر الظهر. ويمتاز بالوزن الخفيف اللي هو 180 كيلو. يجي بنظام الاي بي اس، يجي بنظام التراكشن كنترول، يجي بشاشه تي اف تي داش، مساعدات من شركة شاو، في له ثلاث وضعيات قيادة وثلاث مستويات للتراكشن كنترول. يا سلام. وبايك كامل ومكمل. يا سلام. عليه أيضا سليبر كلتش. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، أنت إنسان مبدع صراحة. أهلا وسهلا. يعني قلة تروح المعارض ويشرح لك بال. أي بالضبط. بالفن هذا. مواصفات جدا كثيرة. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا عبد الله. اسم الفئة اللي هي زد إكس 4R. زد اكس 4R نينجا. ايوه سعره 45 و800 موديلات طبعا 24. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الحبيب. والفئة اللي بجانبه زد اكس 4RR طبعا نفس حجم الماكينه الار، نفس المواصفات، لكن هنا مضاف الكويك شيفتر، نظام الكويك شيفتر يكون موجود في هذا البايك. طبعا يمتاز باللون الاخضر اللي هو لون الكوازاكي ريسنج تيم كي ار تي، اللي هو اللون الاخضر مشهور اللوجو. ايوه هذا اللون الرسمي حقه حق الريسنج تيم. ايوه فنفس مواصفات البايك اللي هو زد اكس 4R باستثناء الكويك شيفتر يكون موجود هنا في هذا البايك. وهذا كم سي سي؟ نفس الحجم 400 سي سي. 400 سي سي 4 سلندر. يا اخي انا ماني قادر اصدق انه هذا 400 سي سي. ب4 سلندر يسموها يعني في تايلاند يسموها القنبله. القنبله يسموها في تايلاند يس القنبله. انه بايك يخدم الاحتياجات بوزن خفيف، ارتفاع ليس بالعالي، جلسة مريحة وأداء ممتاز. وأضف إلى ذلك هذا عمره طويل. لأن الماكينة بتكون مرتاحة بالضبط، ما فيها ضغط عالي. أي ما شاء الله ما شاء الله. جميل يا أخي ما شاء الله. حتى مضاف عليه الشاشة بتكون بالغالب على بايكات الألوفات تكون اسمها أيوة. تي اف تي داش، اللي بتكون سمارت، عليها تطبيق من كوزاكي ملونة يعني ال اي دي. نعم ملونة. أيوة. نعم. ايوه ويكون فيها مواعيد مثلا تغيير الزيت وكم ماشي البايك. اي والله حتى بلوتوث، حتى لو جاك اتصال بيظهر لك ايضا في الشاشه عندك. فبايك يعني كامل مكمل عليه، تكنولوجيا جدا عاليه.
الفرق عن هذاك زيادة 4000. اي بالضبط. اي 4000، هذا 45، هذا 49. نفسه بس اللهم اللون. اي اللون والنظام الكويك شيفتر. اللون والكويك شيفتر. الكويك شيفتر يكون اب وان داون. صراحة لا يستاهل الفرق. ايه. ما شاء الله. هذا نيكد بايك. هذا النيكد بايك، طبعا فئه النيكد بايك في كوزاكي نسميها الزد. اي الزد. الزد. في عندنا فئه واحده فقط من الكوزاكي اللي هو الزد 1000، هو اللي موجود عندنا. يجي حجم الماكينه 1042 سي سي. ما شاء الله تبارك الله. من 135 حصان الى 140 حصان يجي البايك. هذه ماكينته تيجي عليه هو ولا تيجي على ريسات برضه؟ لا تيجي فقط على النيكد. يا سلام يا سلام، يعني صانعينها له خصيصة. بالضبط يا سيدي. فئة الزد هي فئة متخصصة بس في النيكد، بنسميها الزد. فئة الريسات في كوزاكي النينجا، فئة النيكد بايك في كوزاكي زد. موجود هنا حرف الزد. ايوه ما شاء الله جميل هذا جدا. يسمى الاسم الشهرة التمساح الياباني. التمساح الياباني. التمساح الياباني. يا سلام يا سلام. أنا محظوظ اليوم إني جيت وحصلتك والله 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 صدقاً 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 ما شاء الله عليك مبدع يا أخي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله طبعاً كنت في 4 فتحات هالشي كمان يا سلام البايك نعم يا سلام يا سلام فعلاً تمساح هذا نعم وتصميم البايك يعني من 2016 إلى الآن لم يتغير في أي حاجة بشكل عام ما يتغير في أي شيء من ناحية التصميم وبرضه من ناحية الأداء اقول لك يا عبد الله انت سكتهم فترات طويله هذول الهواء الهواء ما تضايق النيكد خبط الهواء هو وحش الزحمه احنا نسميه وحش الزحمه يعني داخل المدينه يخترق الزحمه بشكل ممتاز لكن اوكي في له عيوب ممكن ناس تشوفها ايجابيه ناحيه الهواء كل شخص له متعته يعني النيكد بايك الهواء يعني بيصقع فيك من كل الاتجاهات ايوه صحيح لكن من ناحيه اداؤه في الزحمه يعتبر التوب افضل بايك تسوقه في الزحمه من غير نقاش نعم. ويعتبر التوب فئه النيكد بايك يعني داخل المدينه اي داخل المدينه رائع جدا اي ما شاء الله تبارك الله ايش نصور الحبايب هذول اللي هنا الكبار حاضر شوف هذه هي ما شاء الله تبارك الله الكي ار اكس يا سلام يا سلام هذه ما حيجي في يوم من الايام تصير تمشي في الشارع حاليا لا ما اتوقع لكن صحيح. في القادم ممكن نشوف ان شاء الله تمشي ممكن ستوقع لا ناس كثير وتطلب انها تمشي في الشارع يعني لكن تصريح المرور تمنع ايوه هذه طيب فهمنا انه اكثر استخدامها ما شاء الله اوف رود باينه طيب هذه تستخدم للمزارع المزارع بدك تستخدمها كجولف كار تكفل 6 اشخاص تسحب حتى 3 طن أنا شفتها مرة في يسوي رحلات داخل حديقة الحيوان بالضبط أيوة استخدموها بيكون في أفريكا تكون في السفاري لها استخدامات متعددة اللي هي نسميها الميول مختصر اسمها البغل نعم الميول هو البغل الأوروبي المقصود فيه إنه شيء يكرف يعني يا سلام عليك نعم هذا المسمى تبعه يا سلام عليك يا عبد الله الميول برو FXT والله يا اخي جميل ان شاء الله هذه وشنطه وتشيل عفش ايوه وحتى ممكن انها تتقدم ممكن تكون مساحه مثلا المقاعد الاماميه يعني تنطوي وتصير هذه كلها مساحه مثلا ممكن تشيل فيها ما شاء الله وهي 4x4 طول الوقت ولا ينفع تفصلها 4x4 نعم مستمر ايوه لا عندك كمان برضه تخليها خلفي دفع امامي او خلفي اوه ممتاز نعم. والله ما شاء الله هذه يابانيه 100% اي ياباني تجميع امريكي تجميع الاربع كفرات عندنا في كوزاك اي شيء 4 كفرات بتجينا من امريكا ان شاء الله تبارك الله نروح للحبيب الازرق هذه اللي هو الكي اللي سميه تريكس الكي ار اكس طبعا هذا يجي بمقعدين 4x4 وعليه دبل مضاف عليه خاصية الدبل ان شاء الله تبارك الله شيء مكلف هذه ما شاء الله هذه برضو يابانية تجميع امريكي امريكي بالضبط تجي اي 4 كفرات عندنا في كوزاكي بتجينا من امريكا ما شاء الله المفروض يكتبوا على السيارة يس اي تتصنف دراجة هي تتصنف دراجة تتصنف دراجة ما تعتبر سيارة دام انها ما تمشي على الطرقات فما تصنف انها دراجة. ماكينتها طبعا تجيك 1000 سي سي 120 حصان حتى السبيد حقها يوصل 120 ما شاء الله 120 في البر يعتبر عدد كبير يعني على سرعة كبيرة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف المساعد؟ ما شاء الله تبارك الله. هذا الحبيب اللي هنا سعره 111,000 ومئة ريال، وعليه الآن عرض ب100,800 ريال. هذه مواصفاتها هنا. ما شاء الله الحبيب هذا اللي واقف هنا إيش اسمه؟ هذا الكي في إف. KVF. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الماكينه بيجيك 300 سي سي. ما شاء الله. كم سلندر؟ اعطيك السلندرين. ما شاء الله. ودفع دفع خلفي. اي دفع خلفي. اي ما شاء الله تبارك. فئه الدفع الرباعي بتجينا على 750 وفوق. اي وفوق بالضبط. هذه بتكون دفع رباعي. ما شاء الله ما شاء الله. هذا يمتاز بالحجم، يعني اي شخص ممكن يطلع، الطفل حتى الكبير يعني يناسب الجميع. ما شاء الله ما شاء الله. وبرضه موضوع انه امريكي وياباني. من تايلاند. المكان الصغيره بتجينا من تايلاند. من تايلاند. 300 سي سي. كوزاكي البايكات بتجينا من يا امريكا او اليابان او تايلاند. هذه بتجينا من تايلاند. ما شاء الله. هذا 2024 سعره 27,500. بالضبط. ما شاء الله. هذا البنين اللي فيه واحد واقف هناك. ايوه يصير بلاش. اي بلاش نصور. وهذا اللي هنا النينجا برضه 400. هذا النينجا 400 نفس اللون الابيض، نفس الابيض اللي صورناه في البدايه. هذا نفسه بس اللون اللي هو الريس اللون الاخضر الريسنج تيم كوزاكي. بالضبط اللي هو ما شاء الله. وهذا الاخضر اوريدي بيجي. والاحمر الحبيب هذا حلو ما شاء الله. نفس هذا؟ نعم نفس هذا. والله يا اخي سبحان الله اللون يفرق. الاحمر اجمل، باين الدباب باللون الاحمر. ما شاء الله. جاي التشغيل هندل. ايوه يا اخي سبحان الله. الى الان معقول في دراجات ناريه هندل ولا يعني. ولا في سلف في سلف ولا ما في؟ في يعني سلف وهندل. بالضبط. ايوه السويتش تبعك. ايوه ما شاء الله. هي لا مرتب ما شاء الله. تيجي هنا طبعا على تيجي هنا على وجع القلب. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذه الفئة طبعا من التعريف اللي هي الH2. فئة الH2. ايوه طبعا هي من فئة الريس طبعا، من فئة النينجا ايضا. هو تقريبا هذا مصنف اسرع دباب في العالم. اسرع دباب نعم في العالم. ايوه اظن في واحد فيهم يجي سوبر تشارج. كلها جميعا تيجي سوبر تشارج. اثنين تيجي سوبر تشارج. بيجي سوبر تشارج. ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه النسخة العادية منه. هذه ايوه هذا اللي انا قاعد اصور. سعره 182,000. هذا سعره 182,600. ما شاء الله. يبدو لي بس الفرق الكربون فايبر. الكربون فايبر نعم في الموديل هذا بيكون على الواجهة الأمامية أو القناع الأمامي يكون فيه الكربون فايبر. يجي بسعر 202. ما شاء الله. هذا كم حصان؟ 230. 230 حصان. 230. هذا ال H2 الكربون سعره 208. مع البرمجه ممكن كمان يعني زيد عدد احسن وعدد يقوم. ما شاء الله. هو يجي 4 سلندر. يجي 4 سلندر نعم. ما شاء الله. يا اخي شيء عجيب هذا الدباب. عاد في له جميع طبعا جميع مواصفات الدباب وجميع التكنولوجيا اللي اخترعت في البايكات موجودة في هذا البايك جميعا بدون استثناء.
طبعا يجي بمقعد واحد لانه يكون ممنوع في الرديف عشان لا يطير مختصر. اي والله فعلا عشان لا يطير. وحتى المقعد تتعدل بحيث ان هي تمسك الراكب كمان، بيكون هنا في جلود يمديك تتحكم فيها بتجيبها لهنا او تضيقها على حسب حجم الراكب، لانه البايك لازم انه يكون ماسكك 100%. ما شاء الله كم سرعته القصوى هذا؟ يوصل ل 310 مع البرمجه، حيوصل اكثر 330 ل 340. بس ما اتوقع احد يقدر يمشي على هذه السرعه اكثر من 5 دقائق يمكن. هي تقريبا من 0 ل 100 تقريبا في ثانيه. في ثانيه؟ في ثانيه. لا اله الا الله، من 0 ل 100 في ثانيه. لكن الار يجيك الوزن اخف وما يكون فيه له اشارات او لمبات. يا اخي شيء عجيب، شيء عجيب ما شاء الله تبارك. انا بس كنت بعرف بس على السرعه القصوى كم يقدر يمشي. إيه؟ اللي قرات مقال، تعرف البوغاتي طبعا. نعم. يقول لك طقم الكفرات حقها ب 32000 دولار. نعم. وتمشي على السرعه القصوى فقط 15 دقيقه. والله. اكثر من 15 دقيقه الكفرات تنفجر. طبعا النينجا 2 سبق البوغاتي. أيوة. سبق الفراري، سيارات الفورمولا. اي ما اتوقع في سياره توقف مع هذا. ما اتوقع. شيء عجيب يا اخي ما شاء الله تبارك الله. طبعا عندي فرامل بريمبو. ايه بريمبو ما شاء الله. نفس الشركه اللي بتحط الفرامل على السيارات اللامبورجيني والفراري موجوده بالباك. هذا تعطوا عليه ضمان؟ ضمان جميع الكوازاكي بيعطيك سنه او 10000 كيلو. والله كويس اذا هذا عليه ضمان. في شركات بدون ذكر اسماء الريس ما يعطوك عليه ضمان، او يعطوك عليه شهر ولا شهرين. بالضبط. يلا بايكات انا جميع الكوازاكي بيديك سنه او 10000 كيلو. تصدق اول مره اشوف مساعد كذا لونه اسود. لا تفاصيل البايك هذا جدا شيء عجيب والله. طبعا على التصوير غير في الطبيعه طبعا يعني. سبحان الله. طيب نروح عند البنيلي. هذا تي ار كي الجديد. لا نبدا باول بايك. لا ادفنشر. من حسن حظك البايك هذا اليوم. اي والله والله فعلا فعلا من حسن حظي. نعم. والله جميل 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 جدا. بدعوا فيه الصراحه. ما شاء الله تبارك الله. وصراحة كويس انه صار 700 سي سي. الاولاني كانوا الناس يقولوا ثقيل. بالضبط. الموديل اللي قبل كان 502 سي سي، اوريدي صار في منه جروبات وكثير ناس حبته وصار في منه. صحيح. كثير من الناس اشتروه. انا جيت سويت له تغطية هنا حتشوفها في القناة ان شاء الله. بالضبط بالضبط. لكن الفئة الحالية اللي اتيناها اللي هي موديل 24 تي ار كي 702 سي سي. ما شاء الله. يا اخي الكفر هذا جميل النكشة. ايوه بالضبط. اللي هو هي في فئتين من فئه التي ار كي، اللي يجيك تي ار كي 702 اكس طبعا يجيك كفرات اللي نسميها لاستيك. ايوه تيوب. ايوه بالضبط. ايوه هذا عليه هذا عليه بريلي ما شاء الله. بالضبط. وفي فئه اللي بتيجي كفرات فقط تسوق في الشارع فقط اللي تيوبلس. في بالله تيوبلس؟ تيوبلس اللي تجيبه فقط الاكس. ايوه. اللي بدك تسوق رود ووفر. بس اللي يجي تيوبلس ما يجي الجنت شك. بالضبط يعني. ايوه. ايوه. يجي عليه طبعا نظام في البدايه يجيك نظام الاي بي اس. طبعا فرق عن الموديل اللي قبل من ناحيه الارتفاع ومن ناحيه الحجم ايضا. يعني هذا اقل في الارتفاع. نعم اقل ب 2.5 سم. ترى 2.5 سم في عالم الادفنشر في الارتفاع تفرق. نعم. كثير. نعم يفرق جدا. اي باين اصلا ما شاء الله باين يعني باين ان الكرسي حقه منخفض. بالضبط. ايوه ترى هذا ما شاء الله حيمشي معاكم. ايوه كثير بالعكس في ناس كثير اصلا تنتظره. إيه طبعا يجي مضاف عليه ايضا الاشياء الشاشه اللي هي تكون تي اف تي. تي اف تي. نعم يكون فيها بلوتوث ما شاء الله. يو اس بي وتايب سي. نعم مدخل تي. وهذه حقت ايش الصغيره هذه اللي فوق الشاشه هذه؟ في شاشه هنا وفي فوق بعد تكون احيانا نمر. اجيب لك المفتاح. مفتاح. اي والله يا ريت.
ايوه تعطيك حقة التشيك انجن والبنزين والافون الزيت واليمين واليسار. والله ما شاء الله شاشته حلوة. هو ايطالي تكفيل صيني. نعم شركة بنيل 2017 كانت ايطالية 100%. في شركة صينية استحوذت على 70% من الشركة فاصبحت ايطالية تجميع صيني. طبعا هذا من حسن الحظ يعني خلى اسعارها في متناول الجميع واسعار اقتصادية ما شاء الله. في نفس الوقت جودة فوق العالية. ما شاء الله. وكم ضمانه هذا اخوي عبد الله؟ الضمان يجي سنتين او 10,000 كيلو. 10,000 مو قليل؟ نفس السياسه حقت الكوزاكي نفس الشيء. كوزاكي نفس الشيء؟ نفس الشيء 10,000 كيلو بالضبط. ما شاء الله. كان شغال بالبايك. تفضل. ما شاء الله صوته جميل والله. وتبريد مائي طبعا. اي تبريد الريدياتر. نعم اي ما شاء الله. هي فعلا هذه الماكينه اول مره اشوف منها. بالضبط. واكثر ما يميز فئه الادفنشر في بنيلي الاكسسوارات. السعر دائما بيجيك شامل الاكسسوارات طبعا. يا سلام. نفس الشيء بعدين صراحه الالوان الاخضر اخضر زيتي. نعم. هذا اللون مره بطل على الدبابات. أيوة. مع اخضر فسفوري هو اللون اللي كان في الاعلان تبع أيوة. هذا اللون برضو نفس هذا اللون نازل على البي ام الجديد ال 1300. اي بالضبط بالضبط. أيوة لون جميل. أيوة. ما شاء الله. وهذا اللون بيج. أيوة. كذا معطي على جيشي. لون كافيين بشكل عام. لون كافيين من هنا يكون رمادي زي كذا كريمي ولا بالضبط بيج بالضبط. نعم. وفي الشريط يكون بالاحمر. ما شاء الله ما شاء الله والله كلها الالوان حلوه. ثلاث الوان طبعا هي موجوده. والله صراحه انهم جايبين عليه بريلي سكوربيون هذه صراحه بدعوا فيها. ايوه يا شيخ 700 سي سي على القليل الواحد يقدر. كل كان منتظر ال 700. في ناس يعني مثلا ما قالت ما تبغى ال 502 قرروا أيوة ينتظروا. ايوه انا صراحه اعرف واحد اخذ 502 يقول لي يعني يقول مقبول بس في الخط شويه. ايوه لانه ما شاء الله وزن. هذا حتى في الوزن كمان صار اخف. هذا السعر ما شاء الله شامل الشنط. أيوة الحلوه هذه. هذا اللي تميز فيه الادفنشر تبع بنيلي بيوفر لك الاكسسوارات شامله. تجيك ثلاثه شنطتين جانبيه وتصدر في الخلف. بس باقي حجمها عن الموديل اللي قبل من ناحيه الشنطه الجانبيه صارت يعني اضيق بشيء بسيط بحيث انه تتماشى مع تصميم الدبابه. بس باقي له واحد شيء بس اللي هو كراش بار. بالضبط في الموديل اللي قبل كان موجود فيه. ايوه كراش بار صراحه. هذا فقط انه انتم عندكم كراش بار لو طلب افتر ماركت تطلبها. ايوه يعني عن طريق يعني شركات اخرى. لكن انتم معي ما توفر عندنا. لا ايوه. طيب هذا الحبيب اسمه تي RK 702 X 2024 سعره 42,700. ما شاء الله. هذا أنا سبق سويت له تغطية موجودة على القناة فما راح أغطيه مرة ثانية. في له تغطية كاملة خصيصا له موجودة على القناة. هذا TRK عنده ثلاث ألوان. هذا اللون الأخير اللي هو يجي باللون الأبيض واللون الأحمر يكون من وراء أبيض وأحمر. الصراحة أنا لو بأخذ أخذ الأبيض. أبيض ما شاء الله تبارك الله بطل. بس ناقصه جنود ذهبيه ضيفها. اي والله انا لو احلى شيء بالدبابات في عالم البايكات يمديك تغير. انا لو باخذه اسوي له جنوط ذهبيه. بالضبط يطلع ابداع. ما شاء الله ما شاء الله. اللون الاحمر هنا جميل. هذا اللون ما شاء الله ابداع هنا. طبعا كل الشنط هذه يمديك تفكها في اي وقت. حتى هذه شوف هذه شوف كيف انها جايه مع بالضبط. الدباب بالضبط. يعني في شركات زي بي ام دبليو الشنط ب 7,000 وهذه ما هي جاي معها. مفتوح الشنط؟ ممكن. ما
اما اللون الابيض ما شاء الله عليه ابداع ما شاء الله تبارك الله. اوه تيجي مبطنه منها فيها هيا شوف بالله. هاي في شركات والله العظيم قيمة الشنط عندهم مبالغ خرافية وما تيجي مبطنة زي كذا. ما شاء الله تبارك الله والله صراحة بدعوا في هذا. لسه باقي ما بعت ولا شيء منه. الان تو العرض الان. ما شاء الله ما شاء الله حتى المنطقة هذه كمان. ايوه 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 اقول لك هذا عشان تحط اوراقك تحط شيء. واحنا ما في انه مرمى في اي لحظة يعني ممكن تفكها تستخدم البايك يكون نفس الشكل هذا مثلا. ايوه تفك الشنط خلاص عندك مثلا تمشي في وسط المدينة اذا حابب. بالضبط. وممكن ما تكون بحاجة الشنط فوقات معينة لكن اوريدي السعر بيشمل الشنط يعني كامل. يا سلام يا سلام تيجي الشنط كلها فضية ما تيجي اسود. نعم نفس اللون هذا من نفس الشركة الام اللي هي شركة أيوه. ايوه ما شاء الله ما شاء الله. هذا برضو سويت له انا تغطية في القناة في له تغطية كاملة خصيصا له في القناة. دباب جميل ما شاء الله الكروز حق بنلي وهذا يصنف كروز على نيكد. الاوروبيين بشكل عام ما عندهم فئة الكروز فهذا التصميم ما بين النيكد والكروز ما بعرف. ايوه بالضبط جميل ما شاء الله. باقي لنا بس هذا برضه انا سويت له تغطيه قبل كذا. باقي لنا الحبيب هذاك انا ما قد غطيته. هذا الاوركس طبعا من الوكاله العربيه للسيارات وكيل شركه كوازاكي وبنلي وهذه الشركه الثالثه اللي هي اوركس. طبعا اوركس شركه صينيه متخصصه بصناعه السكوترات. طبعا اللي تميز السكوتر هنا الشكل الكلاسيك. أيوة. يعتمد على التصميم على الشكل الكلاسيك. والالوان المختلفه يعني في المبهج وفي الالوان العاديه او الالوان الكلاسيك. ما شاء الله مسوينه على ستايل الفيسبا. بالضبط شبيه للبايك الفيسبا. ما شاء الله هذا الحبيب 170 سي سي. 170 سي سي نعم. ايوه 170 سي سي موديل 2024 سعره 9500. نعم. اول شيء يجيك السويتش طبعا تبعه بريموت ما تستطيع انك تفكه او تشغله لازم يكون عندك ريموت تحط على اللوك اون وقت اللي بدك تشغل البايك. أيه. السكوتر عفوا ويكون في له فتحه يو اس بي تحت على اليسار للشحن. يا سلام ويكون في له درج وفي له مساحه تخزين. أيه. تحت المقعد تحت المقعد وفي له ايضا شنطه مضافه في موديل 24. يا سلام الموديلات اللي قبل كانت على الكربريتر الان كلها بخاخات دحين فل تنكي يا اخوي عبد الله. كم يمشيك؟ تقريبا على حسب الدعس بالضبط. ايوه هو التانكي تبعه 6 لتر 6 لتر اي 6 لتر. ايوه ما شاء الله يعني لو قلنا مثلا متوسط سرعه 90 80 بالضبط. ايوه كم يمشيك؟ يعني يوديك من هنا لمكه؟ لا يوديك للمكه يمكن نص مكه شويه. والله؟ اي ممكن النص يعني يمشي مثلا على حسب الوزن كمان يعني 100 يعني يعني خلينا نقول شخص متوسط الوزن يعني مثلا 85 وعباه فل وسافر فيه مكه يغطي الخط كله؟ تقريبا يعني 100 كيلو يمشي في التنكي؟ بالضبط هي ما صارت تجربه فعليه. في شخص في مدينه جيزان يعني سافر لكن حناخذ منه التفاصيل هذه. ايوه من ناحيه البنزين طبعا يجي بانوار ليكت من الامام ما شاء الله طبعا. ما شاء الله ايوه ما شاء الله مكلف. الله يكرمك يا عبد الله انا والله جدا سعدت فيك وفي هذه المعلومات يعني ما شاء الله كميه معلومات ما شاء الله تبارك الله عليك. انا صدقا اول مره اروح معرض ويعطيني الثراء هذا بالمعلومات ما شاء الله تبارك الله. الله يكرمك يا حبيبنا وتشرفت فيك انا وان شاء الله نشوفك ونسعد فيك في تغطيات قادمه. وكانت هذه نهايه تغطيتنا الجميله من معرض كوازاكي وان شاء الله نشوفكم في تغطيات قادمه اجمل واوسع ومعلومات اكثر باذن الله تعالى وفي رعايه الله.